حبيبي حبيبي والمفارغين والضالين ما بتكلم معاهم. حبيبي. ده شيء الاول. انت عارف يا ابو الصحافه انا سكتت عن الموضوع ده ليه؟ اهلنا العرب وليت السكوت والفضيحه متباريات. صحيح وانا سكتت من باب الستره. من صحيح باب انا ما بجي برد السيئه بالسيئه، فتحوا بي لايفات كثيره ما اجي تردد بلايف، صح؟ صحيح صحيح، نشهد بذلك. ايوه. ف الشخصيه اللي قدامك دي شفت مسيلمه الكذاب؟ نعم عمل فاد بهناك له. وانا ضد صحابه الحمد لله، ما دخلت مصر لي سنتين ما كذبت ولا راوغت ولا بكذب، بقول لك كلام. ده المشهود عليك بالمواقف يعني. انا كلامي بقول لك ده مستعد احلف على مصحف. دي الحاجه الاولى. الشيء صحيح الثاني الادله موجوده، تسجيلاته على تسجيلات الشخصيه المتبرعه، على تسجيلات اطراف ثانيه داخل الموضوع، تسجيلات صحيح اسكرينات رسائل موجوده، حاجات كثيره موجوده كلها صحيح بتثبت الزول ده انه كذاب مرافق له وكمان شنو نصاب. شوف دي كلها خليها بجنبها، نصب والاحتيال ده وراه وحطه بجنبها، نصب والاحتيال وراه وحطه بجنبها. جميل. الله طيب انت اول شيء انت ما تقول لا نصاب، خليك انت يا مفترس، انت ما تقول نصاب. كلام اول حاجه شوف يا لا لا مفترس، اول شيء ما تقول نصاب. يا مفترس كده المقاطعه انت ما تقول. لا لا دقيقه انا شوف ما بقول يا خالد محمد، طيب انت ها. زول هو 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 متهمني اتهام انه انا نصاب صح؟ انا ما قلت لك، انا قلت المفترس يا انت قلت زول شنو؟ انت زول انت بتكلم خلاص انزل انا انزل خليك تتكلم. انت قلت زول الشخص اللي قدامك ده بيتكلم في زول ثاني. انت ما تجيبش سيرتك بعد تتكلم، هو بيتكلم انت بتتكلم عليها دي، انا بتكلم عليك انت الشغل. انت الشغل ما داري مني حاجه، عندك 2 مليار مرسلين علي وانا ما داري اديك لها. انت ما تقول لي انت زول، انت خليك زول راجل وقول الزول دعامي ما دعامي. وال 2 مليار دعامه صح؟ دقيقه ما اقول لا، هي ما 2 مليار، هي ما 2 مليار، هي 5 مليار. هي كم؟ 2 مليار بتاع الشغل 5 مليار جاي من زول وديلك. ايوه اثنين الشغل من يعني 2 مليار بتاع الشغل جاي من زول. والزول ما سعودي، الزول ده بيتكلم لهجه سعوديه، هو سوداني، هو الزول ده سوداني بيتكلم. تمام وريتك انا اللي قلت ودعام 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 ودعام. لا لا الدعامه ديك بخليهم برام، انا ما هو موضوع طويل. ما قلت بلاغه البرود الزول الدعامه جاي يا اخي. الموضوع ده خطر لك دقيقه، الموضوع ده خطر لك. انا زول مرسل لي 2 مليار شغل وانا ما ادري اديها له. كلامي ده فيه حاجه؟ ما تدري يعني. ما تجيب لي منصاب دي، ايوه ما تجيب لي المنصاب دي، انت ما داري مني حاجه. فارس رايك شنو؟ منصاب ومنصاب دي ما تقول يا اخوي حقيقه، هي الكلام ده حقيقه كله تسجيلات وكل شيء. انا سؤال يا مفترس، انا اجيب الادله هنا؟ انت فهمت؟ ما تقول انت عمر السلاك قال تدق يا خليك الله اكبر. اقول انا اجيب الادله دليل على شيء؟ انا ناقرك ولا دليل على الكلام اللي انت قلته لي؟ اي كلمه انت قلتها لي مسجله، واي كلمه قلتها لصاحبنا اللي في تركيا طيب مسجله. طيب اصبر اصبر عين. انا اي كلمه قلتها لي مسجله، اي كلمه قلتها لصاحبنا. انت خليني اكمل. انت قلت مين؟ قلت شنو؟ طيب قلت شنو؟ بغض النظر انت اذا بتثبت انه الكلام الجروب دي جابوها لي انا الدعامه، وانه الدعامه اشتروني، انا بطلع التسجيلات. ما اقول لا اصبر يا اخ، ما اقول لا، هي 5 مليار ما اقول لا. انت ما عندك 2 مليار ليه جدا؟ لا لا اصبر. طيب. انا مراه وشوف انا والله غزع عيني طيب الجوع. طيب شوف انت مالك، انت مالك، انت مدير كلموك انت حبيبي. طيب انت عارف الحقيقه الصحافه عشان ما تنفع يحضروك يا اخي. انت مجرد انا اوريك الحقيقه، انا اوريك الحقيقه، انا اوريك الحقيقه، انا اوريك الحقيقه. شكرا اوريك الحقيقه. دقيقه دقيقه اصبر، انا بقول حاجه، مفترس اقسم بالله انت كان ان انا زي الناس اللي بترفعهم معاك هناك في لايفك، ابقى انت بتغوز على نفسك. اوي انا ما زيهم، انا والله غوز عيني جوا. طيب بطنك دي بطنك ده انا بتاعه. انا داري اوريك الحاصل، انا داري اوريك الحاصل والخطا. كذاب والله كذاب، اقسم بالله انا هجمدك كلها. كذاب 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 والله ما كذاب كذاب. والله يا اخي انت مو انا مو يا جماعه، انت وهم. انا ما بعرفك يا زول، هو ما تسجيل عليك. الله يا محمد دقيقه يا محمد، هو ما تسجيل. انت وهم هو ما تسجيل. دقيقه دقيقه دقيقه، زول هو قال هذا ابو دار الدين ابو. انا بقول له هذا هو ما تسجيل. دقيقه دقيقه دقيقه، هو دار الدين ابو. عين انت العافيه يا صديقي يا مفترس. مفترس دقيقه 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 دقيقه، عين عين احترم. انا ممكن ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن ولا ما ممكن؟ تفضل تفضل. أنا أخوك الكبير احترمني دي منصتي والناس تكون عادلة. أول حاجة الكلام صياغته كالآتي، عشان أي زول يعرف غلطه وين
وتعرف انت غلطت شنو، لان الكلام ده كله مسجل يا مفترس. انت سالت وفتحت الموضوع، قلت انا عندي وعندي، قلت لك تجاوز النقاط اللي بتكلم مع المفترس في شخصك. قلت لي اخ في 5 مليار رسولات دعامه يا اخي. دقيقه انا قبل دقيقه يا احمد، لا الموضوع انت الزول لا معناه هو مفترس ده صوت الكلام. دقيقه هو صوت الكلام. يلا خلينا نكمل يا احمد، ممكن تقول مرتك فيني؟ لا خليك كمل، ما تقول حاجه. هو موكل بولاد بولاد دق علي بولاد الزول ده، قلت له ما تدق علي هنا ثاني، انت ما داري عندي حاجه. احنا ما دارين موضوع، ما تدق علي هنا، احنا تكلمنا في 5 مليار. انا قلت له بولاد ابو راح وشغل الدعامه، ديك برا ديك برا يا اخي، ديك يا خليك الله، ديك برا دقيقه ديك برا. الشكر ده في زول مرسل 2 مليار برا، والزول ده انا موضوع طويل، انا ما داري احكيه، خلي موضوع طويل. الزول ده هو فعلا انا مدردش معاه ومتكلم معاه هو، وانه ادي الشكر ده كده وكده كويس. والشكر ده دق علي خالد ابو رهف، خالد سلام عليك الزول ده يا اخي. هو نظامي انك دارين احنا نثبت عليك حاجه، نظامي انه هو ايوه شكر. قلت له خلاص انا بديه 500 الزول ده، والله قال لي شكرا. قلت له والله انا قروش ما عندي اي سربطه فيها وكده، بديه 500. هي دي ما كلها تسجيلات قاعد انا وانا كده، والزول ده رسل لي مليار وفي ديلك 3 مليار، وثاني جاي مليار، جاي مليار وما جاي مليار، ولا سي ما جاب المليار الزول ده، ما جاب المليار. يعني شكر ده سي من قروش اللي تعطينا ده مليار، عنده مليار ما اثنين. لكن في مليار هو ما رسلوا لي، ما رسلوا لي ما اعرفه، انا ما اعرف رسلوا لي رسل لي هو هنا ما يقول لك تسجيل، هو انا ما قلت حاجه. هو شنو قاعد تقول لي انت؟ قال هناي حاليا الزول لا، حاليا حاليا الزول ده بيقول لك نصاب، نصاب عشان انا قلت لك انت جاك قروش، انا ما دار اديك لا كلام. خلي الزول يقول انت ده في شخصك، انت ده لو دار مني حاجه تعشي له بس، موضوع انت هنا خلاص بس. خلاص شكرا، خلاص خليه يقول كلام. قال له تفضل يا محمد، تفضل يا ابو حميد. انا الزول ده ما سالت من قروش، انا ما رخيص مجرد ما هو قال ما انت ما سالتني، لكن رسالتنا بترسي زول، انت ما سالتني بترسي زول. لو ما انا في لايفات حتتفتح بالشخصيه دي، وفي ملفات حتتفتح للزول ده لو ما انا ثبتهم. انا قاعد بفتح، انا بفتح وبجيب، انا وصلت لله. دقيقه ببين لكم جد، دقيقه هاي انا بفتح، انا ما شويه شويه صبروا شويه 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 شويه. انا شكرا بالله ما فتحت زول برايم قبل كده، ولا الموضوع ده لكن اقسم بالله كده ابين لكم، والعلى عنده حاجه علي اللي يجيبها، اللي عنده حاجه علي يجيبها بس ما تتكلموا ساي، اللي عنده حاجه علي يجيبها. خلي الشكر كده كده بجيب فضايحكم. طيب خلي الشكر كم، خلي الشكر بجيب فضايحكم. طيب خلي الشكر كده كده بجيب. خلي الشكر اللي عنده عليه حاجه لسه يجيبها. انا الزول ده بعرفه، لكن اللي عنده عليه حاجه انه انا قبضت من زول ولا مثل مرسل لي قروش اللي يجيبها بس، ما تكتروا كلام. طيب خليك في المايك، خلي الزول ده يتكلم، خلي الزول ده يتكلم. تفضل يا شكري. انا والله قلت لك الزول ده كلام مسايا، ساكن لكم انا شهرين اسكت يا مفترس حرامي، يعني حرامي اسكت يا مفترس هنا. انا لا الصبح معاكم، جيبوا خالد ابراهيم. طيب تمام لا الصبح كلكم ما بين لكم بالاثباتات. طيب تمام تمام اسكت بس، خلي الزول يتكلم. هذاكم هنا عاملين في الناس حقيقيين وحقيقيين، تبين في الناس والمفترس اقسم بالله كذا انا بين لكم كلكم. طيب تمام طيب تمام، خلي الزول يكمل فكرته واسكت. تفضل يا محمد، تفضل يا ابو حميد. والله يا ابو الصحابه انا في المن... انا لفيت الدنيا والعالمين، النظر الزول ده ما لاقاني، والله ما لاقاني يا زول. وهمي يا اخي، وهمي وهمي للدين يا ابو الصحابه والله مشكله يا اخي. طيب طيب هو الكلام يتكلم انه المملكه، لو دار تتكلم انا بقطع عليك الزلط، والله اقسم بالله لو دار تتكلم كلام شيء انا بقطع عليك الزلط. بس طيب خلاص بتكلم معه وابين لك اسئله باي حاجه، والله كله ما بيلو اقسم بالله ما عندي دسه. وابين لك انت ده، انت ده في نفسك، انت في نفسك معناه انت معناه متوتر، متوتر ليه؟ انا ما ادري اديك لا، انت ده ما ادري اديك لا. طيب تمام ما تمام، انت متوتر ليه؟ انت متوتر ليه يا مفترس؟ متوتر ليه؟ النقاش ده ما اخذ وعطى، خليك ريلاكس. هو انا لو بتناقش هوي هوي يا محمد انت ما تعمل ليه في الموضوع انك تتوتر؟ انا متوتر والله، لا انا ما لكن هو الكلام انا ما متوتر، انا سياسي 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 انا 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 طيب ما هو انا طيب طيب بالراحه. طب انا ما متوتر ليه؟ نسمع بعض، انا حاليا عشان محمد ما مشكله من جبال بيستوي علي. انا قلت لك والله عرفت الموضوع ده، ما ده رفض حي زول صح الوضع. قلت له لا في النهايه جيت، وفي ناس في ناس لكزوك بينك عين، في ناس لكزوك بينك يا هادي مرسل لي تعليقاتهم كلها، لكدوك بين ناس ايوه دي كلهم يدي تعليقاتك كلهم. انت ما انا في النهايه قلت لك اقول، قلت لك ما تقول لما نفسي جالك كزوك وازعل من شغلي. انا قلت لك اقسم بالله انا بفتح لايف، بس انا في ده اقسم بالله كده بالهم كلهم.
جبل انا بقدر اقول لك على حاجه ودار يجيب لك الاثباتات قلت لي شنو قلت لي ما تقول يا اخي انا ما اقدر اقول حبيبي انا ما اقدر لا ما انا ما اقدر انا حاليا زول دار من 2 مليار وما اقدر اديله داخل القسم بس خلاص طيب خلاص الجزئيه دي تمام اوكي يا ابو حميد يا محمد الشكري اخونا المفترزه جف الله